شهداء بدر وأحد لهم فضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، أطاعوا رسول الله وقتلوا في تلك المعركة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزق. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أجرهم كبير جدا. شهداء بدر وأحد، السلطة في المدينة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو الحاكم وأمر بالخروج إلى القتال. لكن المؤمن في الظروف الصعبة الذي في زمن دولة الظالمين ومو يوم يومين طول عمره، وهو متمسك بدينه ويتمكن يترك الدين، يذهب إلى الظالمين ويصير من أعوانهم وأنصارهم ويحصل له في الدنيا فانية، لكن يتمسك بدينه، فهذا عمله أصعب من عمل أولئك. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لعمار الساباطي: لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحد، فأبشروا.